عزني سالم وجيبني سالم يا ربي، العمل عليك والشده فيك يا ربي، رضي عليها الأميمة وما تشمت فيها حد. تقول لي اش بيك يا عماد الداخل في كورس تاع متورات؟ تي بالله يسكت عليا الفهم. علاش اللخضه على راسك؟ بالعكس اخذه متاخذه، وربي يقدر الخير وبرا. يا اخي انت مسافر على المطور، تي ما وقص في التران خير لي. افهم لاني ماشي نعمل كورس ولاني مسافر. طنسيون من اللي واش هذيك اللخضه؟ نيم مني فهم حتى كعب. الوالده قالت لي يقضي لي شقون الفطر. والله قدكش نبوش، كيما ودك تشوف الحكم منا ودي تلبس الكاسك منا. يا ولدي الكاسك مش للمطور راي تو دبر ذراو. يا ولدي الكاسك هذي خاصة بالتسوق. خاصة بواشي؟ يا ولدي التسوق يعني الشوبينج. ريت هذي بلاش بيها لا نقضي ولا نروح لدارنا. والله بوجيت لي مخي ورحمة يما لاني فاهم فيها كعب. كشنو وظايف؟ اي سيدي التنسيون درش فهم راو. يا ولدي كان عندك كاس في سالفسها ولا كان عندك ساقين صحاح يلا اهرب. يا اخي اش عملت نابش نهرب؟ يا ولدي برا اهرب وبعد نحكي لك. لا لا خويا نفهم بعد نقرر نفهم ومن دراك. يا اخي نسيت اللي يعنى في رمضان. لا لا سيدي ما نسيتش وصايم زاد. اصاحبي انت في رمضان رانا اش ما جات تقدح ويدور عركه وضرب خنيفري. يا ولدي اسمع واللي فيه دحاجه يضرب بيها. واش مدخلني انا؟ لا لا نقضي على حاجتي بقضية. تايش نقول لك؟ عركة رمضان اختر صافي والطايح أكثر من الواقف. ديما يسلم حد لا ظلم ولا مظلوم ولا بيع ولا شيري. الكل ياكل من اللي كتب له ربي. إيه والله بصحيح لعبت في رمضان كلها على الصب. دي لعبت الكل تجري في الشبوك وقايد على حشيشة رمضان وبرا. دي بالله قول لي أخي حشيشة رمضان خضراء ولا حمراء؟ إيش هكرت هذا؟ دي دي يا أخي هو. تنا نقول لك أكل نار الصباح ركبت في تاكسي وحال الدنيا سخونة، قلت له وخي نرك دقلة وحليب، قام ساحتني من التاكسي. والله ما ندري علاش انا ساحتني. تو بالله الراجل صايم وريق وشايح، وانت تجبد له تقول له دقلة وحليبة. تي ندري عليه انا. ادار شي حاجة برا نكلمه سي أحمد بن إبراهيم، لا لا واش عامل. الو. سي حمد اون ذا ميكس، عايش حالك اي؟ عزيزي سي محمود عايش، ولدي 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 نفسك اي بروح روح اخويا. تشنوا؟ حتى انت حشيشة رمضان؟ اي سيدي لا حشيشة رمضان ولا حشيشة قزرنا، اي بروح روح سيدي، شو الكلام؟ اي اسمع اسمع ترى برا كلم واحد اخر. واليو شخنا والله شخنا. انا نقول لك اسمع كلامي كلم سي حمادي جبالي. اي اي والله فكرة. الو اسي حمود ايش حالك ايه؟ كوموندي اون فرونسي سو فو با. ايش هو؟ ما تخليش حد يضحك فيك رمضان. ضحك انا جوست جو سواف و جو تخسرون. يا ولدي نقول لك حاجه انت مسخانه تحكي عليها انت، ريت انا هوني اقريب نعمل جوام كيلاس. اي شيء طيب اي؟ اي سيدي برا كلم سي ابراهيم القصاص. هذاك انسان رجولي وما يعدي علي حد. ايا بيه ما تاخذوش انت بعينه برا. اقصص يا صاحبي ايش حالك اي؟ اخطاني يا شخصية مانيش ناقصك. ايش بيك امرو؟ بركاوني باللواش وعطاوني طريحة حتى كلمت لم المجاني حد. لا يا ولدي تياكم ما يخدموا سيونسينيك. ايا جاي طيب. اي سيدي بالله يوسعوا بالكم راهو الصيام بجروا وكل شيء بثوابه ما يهرب حد شيء.